أبا الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما بالرائعات قمين لك في خيال الدهر أي ملامح يروي السماء ويترجم النسرين آلاؤك البيضاء آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون أفق من الأبكار كل نجومه ما فيه حتى بالتصور عون في الحرب أنت المستحم من اللظى والسلم أنت التين والزيتون والصبح أنت على المنابر نغمة والليل بالمحراب أنت أنين الشخصية التي إذا أردت مواجهتها ملكت عليك مشاعرك وكنت كالعين التي تواجه الشمس يظهرها الشعاع. الواقع خصائص الشخصية شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عندما يواجه الإنسان مواجهة موضوعية تملك عليه مشاعره، يعني مو صدفة أن يكون هناك جماعة من الغلاة إذا مروا بعلي بن أبي طالب فقدوا توازنهم في عقيدتهم. طبيعي لا تفهم من قولي أني أنا أريد أبرر الغلو، لا، إحنا الغلاة نعتبرهم نجسين، يعني ما نورثهم، نعم، ولا نزوجهم ولا نتزوج منهم، الغالي نبرأ منه. لكن أريد أقول أن الغلو ما إجا من فراغ، إنما إجا الغلو لأنهم واجهوا شخصية تأخذ على الإنسان بمجامع فكره، واجهوا شخصية جمعت من الصفات ما ينتزع الإعجاب انتزاعا. والغريب الظاهرة تقدر تلمحها بشيء واحد، تلمح الظاهرة أن الأشخاص الموضوعيين اللي إجوا قيموا علي بن أبي طالب سواء كانوا من أعداء أو من أحباء، اللي قيموه بنفس الدرجة من الحماس والانفعال، شايف؟ مما يدل على أن الشخصية بها خواص تأخذ بمجامع القلوب. وخلينا الآن نحاول نستجلي بعض هذه الخواص ونحن بسبيل من ذكرى هذه الشخصية اللي كانت وما تزال تعتبر من الشخصيات التي موجت أبعاد التاريخ الإسلامي. زين، أول ما تواجه هذا الرجل تواجه عن طريق ولادته، تشوف أن الولادة ما أخذت الصورة الاعتيادية، يعني الناس كلها تولد في بيوتها أو تولد في محلات خاصة للولادة، وتلاحظ أن هذا الرجل تنطيه السماء أو ينطيه القضاء والقدر مكانه بأن يولد في أشرف بيت في الدنيا. زين، وولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي كانت في جوف الكعبة على تعبير المؤرخين،
أما اللي كلمة جوف في الكعبة يعني في باطنها في داخلها، يعني الحدث ما كان حدث عفوي كما حاول البعض أن يصوره بأن امرأة مثلا جاية تريد تعتمر أو تطوف وهي حامل وضايقها الوضع فوضعت، يعني هذه صورة عادية. لا، الصورة مو هكذا. الصورة انفرج لها جدار البيت ودخلت. هذه الصورة اللي يرويها يزيد ابن قعنب يقول احنا كنا جلوس حول الكعبة واقبلت فاطمة بنت اسد سلام الله عليها وهي في ايامها الاخيرة من حملها بامير المؤمنين، يقول امسكت بجدار الكعبة ورفعت رأسها الى السماء قالت اللهم اني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يزيد بن قعنب يقول شوفوا دخلت، رأيناها دخلت في البناء، انفرج لها البناء ودخلت ومكثت 3 أيام. تلاحظ الصورة، مكثت 3 أيام ثم خرجت تحمل على يدها وليدها. دخلت انفرج لها الجدار مكثت 3، يعني الصورة أسطورية. الصورة يعني لو لم يكن بها تواتر، يعني مسألة ولادته بالكعبة بها تواتر مو مسألة رواية آحاد. ألفت نظرك شنو معنى التواتر؟ هذا اصطلاح عند علماء الرجال عند علماء الدراية. التواتر هو الخبر اللي يروه جماعة يستحيل عليهم الكذب، يعني فد مجموعة كبيرة مجموعة عن مجموعة على مختلف أدواره، هذا نسميه المتواتر. وخبر الآحاد اللي يكون أقل من هذا دون هذا ما يبلغ مرتبة التواتر، سواء يروي واحد أو أكثر من واحد. زين، الرواية رواية ولادة الإمام علي في قلب الكعبة رواية متواترة يرويها جمهور المسلمين. شايف؟ جمهور المسلمين يعني المحدثون يروها، قسم من أصحاب الصحاح يروها، عشرات بل مئات الروايات واردة بها متواترة. واللي يحب مثلا يطلع للاستزادة، السيد الأمين تغمده الله برحمته في أعيان الشيعة الجزء الأول من عند أو الجزء الثالث الخاص بالإمام علي يذكر الروايات، ولعله اللي أكثر من عنده المرحوم الأميني في الغدير تغمده الله برحمته يشير إلى ويشير الأعداد الهائلة اللي نصت على ولادته في قلب الكعبة. زين، من مختلف المذاهب الإسلامية. المسألة إذن مو خبر آحاد مو رواية آحاد، إنما رواية أخذت حد التواتر. زين، من بعد ما ثبتت عن الطريق يعني ثبتت ولادته هنا نبدأ نتساءل هل تلمس في ولادته في داخل الكعبة لون من التشريف من قبل الله عز وجل لهذا الرجل، بحيث ان القضية تأخذ وضع غير طبيعي، تأتي المرأة وينشق لها البيت وتدخل وتضع وليدها داخل البيت، على ماذا يدل هذا؟ على ان دل فانما يدل على ان السماء اولت هذا المولود عناية خاصة، والا ما ولد، هذه عبارة المؤرخين، ما ولد قبله ولا بعده في الكعبة مولود قط ابدا. حتى يقولون المؤرخين ان مريم عليه السلام لما حملت بعيسى وارادت ان تضعه اجت الى بيت المقدس لتضعه، فنوديت من بيت المقدس ان هذا بيت عبادة وليس ببيت ولادة، فطلعت الى بيت لحم وضعته في هذا المكان اللي هو محل ولادته.
والمفروض أن هاي المرأة تدخل ما تمنع، يشق لها جدار الكعبة وتضع وليدها، هاي من ناحية. من ناحية ثانية احنا نرجع إلى أحكام المساجد. أحكام المساجد عند المسلمين بصورة عامة، أول أحكامها وجوب إزالة النجاسة عنها. زين، النجاسة طبعا كل نجاسة قبل ما يصلي الإنسان إذا دخل إلى المسجد يتعين عليه أن يزيلها يوخرها. زين، الدم، دم النفاس، المرأة لما تضع الولد يصح بقذر وبلل من دم النفاس، كونها تدخل وما تمنع وبنفس الوقت تضع وليدها بالداخل ويفتح لها الجدار على شكل إعجاز، هذا على ماذا يدل؟ يدل على أنه ما صاحب ولادته بلل ولا قدر. أنت لا تقول لي أنك تتواجهه بالموروث، يعني لا تقول لي أنك تتواجه علي بن أبي طالب برواشبك الوراثية باعتبارك إنسان توالي وتنظر إلى من هالمنظر. لا، أنا جاي أنظر له من نظرة موضوعية، اعتبرني شخص خارج عنه. تعال فسر لي هالحدث هذا على ماذا يدل؟ طبعا يدل على عناية من قبل الله عز وجل أن يقربه ويقرب أمه ويجتبيه ويفسح لها المجال بأن تلده في داخل البيت. لذلك الألوسي في روح المعاني، المفسر الشهير الكبير الألوسي، يقول علي بن أبي طالب حش، هل هذه الفضيلة أو بتعبير آخر المنقبة كافأها علي بن أبي طالب، هاي المزية العطاء كافأ بعطاء مثله. شلون؟ يستشهد بالبيتين: لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته حفظتها بين قريش له، حفظتها بين طهرت من أصنامهم بيته. نتيجة يقول له أنت هالفضيلة اللي الله عز وجل حباك بها الولادة في داخل الكعبة حفظت لها الجميل ورديت للجميل مثل ما هيأ لك الموضع الطاهر اللي توضع بيه، انت اجيت طهرتها للكعبة. كيف طهرها؟ طبعا طهرها من الأصنام. احنا نعرف لما صارت واقعة الفتح، عندما حدثت واقعة الفتح دخل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة الشريفة وجلس وأمر عليا أن يرقى على كتفه ثم يصعد إلى سطح الكعبة ويبدأ بتحطيم الأصنام، وفعلا صعد إلى سطح الكعبة، جعل يتناول الصنم يضرب به الآخر ويقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأول لحظات حياته تواجهك بشكلها الأسطوري، بهالشكل المحوط بهالة من العظمة، بأن يولد في أشرف بيت، بأن يضمه أشرف بيت بالدنيا، هذه الولادة. بعدين يطلع من دور الولادة فيتلقف أفضل حجر في الدنيا، وهو حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هو اللي تولى تربيته. ما تولى تربية علي بن أبي طالب حجر غير حجره، رأسا بمجرد أن جاءت به فاطمة بنت أسد استلم النبي منها. شوف عبارة المؤرخين يقولون: كان النبي يضع مهده بقربه، وقت النوم يخلي مهد علي بن أبي طالب بقربه، يوجره اللبن عند شربه، يضع اللبن في فمه، أو جره يعني وضع اللبن في حلقه في فمه، يوجره اللبن عند شربه، يتولى غسله عند تطهيره، يحمله على صدره يضمه إليه، يشممه عرفه، يحمله ويطوف به شعاب مكة، يقول: أخي ووزيري وخليفتي. زين، الصورة اللي يصورها عبد الباقي العمري: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا، ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع.
كانت وظيفة فاطمة بنت أسد أن وضعت وانتهى كل شيء، دورها إلى هنا انتهى. وتناوله رسول الله صلى الله عليه وآله، فنشأ بواكير أيامه، هاي الأيام الفترة اللي تعتبر هي مفتاح الشخصية، اللي تعتبر المنطلق للشخصية. الفترة قضاها علي بن أبي طالب بهذا الحجر الطاهر، بحجر رسول الله، يرعاه ويربيه ويقوم له بدور المربي. نشأ إلى جانبه خلال هذه الفترة اللي استمرت 10 سنوات. إمام علي نعم مكث 10 سنوات، هذه الفترة قبل البعثة قضاها وين؟ في حجر رسول الله. وطبعا من الواضح عندنا أن العالم الإسلام كله، عالم الإسلام كله وسعه صدر النبي، النبي اللي بلغ القرآن ما بلغنا قرآن ميت، إنما جسد لنا القرآن حيا بأخلاقه وبسلوكه. يعني تقدر تعتبر صدر النبي مهد العالم الإسلامي كله، فكيف إذا أصبح الصدر هذا يتخصص لعلي يحملها الفترة الطويلة، يغذيه بأخلاقه، يؤدبه بآدابه، حتى كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الصورة يحفظنياها في كتابة إلى عثمان بن حنيف، يقول: وأنا من رسول الله بمنزلة الصنو من الصنو، أو الذراع من العبد. شايف؟ يعني فدلون من الملازمة، هل يمكن أن تنفك الذراع عن العبد؟ أبدا. وهذا المعنى نلمش لتجسيدات، نلمش لتجسيدات في حياة الإمام علي، ابتدأت من بواكير الأولى إلى نهايته. شنو التجسيدات؟ تجسيدات 10 سنين الأولى تربى في حجره، بعد ذلك كان ألزم له من ظله، لما بعث النبي هو ألزم له من ظله، يده على سيفه، وين ما يطلع النبي هو يرقبه، يتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. هذه عبارة علي بن أبي طالب: وقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، لا يكاد يرفع النبي قدما إلا وهو من ورائه لحمايته ولرعايته. جن واستمرت هذا الاتباع، استمر إلى ما فارقه لحظة من اللحظات إلى جانبه في غزواته، في حروبه، حتى في بيته كان يطرق عليه البيت ليلة، إلى درجة بحيث ضايقت بعض نساء النبي، قالت له: أنا ليس لي من رسول الله إلا يوم من 9 أيام وأنت تيجي تشاركني في يومي؟ قال لها: لا تغضبيه، فوالله لا يغضبه أحد إلا ويكبه الله على منخريه في نار جهنم. زين؟ فما فارق النبي إلى لحظات الأخيرة، حتى آخر لحظة: ولقد فاضت روحك وصدرك بين فاضت روحك بين صدري ونحري. رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظات الأخيرة هو بين صدره ونحره. إذا الواجهة الثانية أو الجانب الثاني اللامع اللي يواجهنا عندما نحاول تصوير هالشخصية، تواجهنا التربية في دورها الأول بما لها من استعدادات وإمكانات، وأنها بدأت تنهل من عطايا رسول الله الذي وسع الدنيا عطاء، أن التربية كانت في هذا الحجر الشريف، في هذا الحجر الطاهر، ولد في أشرف بيت وتربى بأشرف حجر، ترعرع بأشرف حجر. زين؟ عندما بدأ وعيه بالتكامل، طبعا الصبي يأخذ وعي بالتكامل في دور الصبا اللي يبتدئ من 10 الى قبل البلوغ، عندما بدأ هذا الدور عنده حلت بفمه اشرف كلمة. النبي بعث شو وقت؟ يوم الاثنين. هبط عليه جبرائيل يحمل اول سورة من السماء،
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعث النبي قام يحمل كتاب ربه وشفاهه تهمهم بذكر الله، واجى الى البيت. شكون كاتب عدته يوم؟ يوم الاثنين. شوف عبارة المفسرين: واعلن علي اسلامه يوم الثلاثاء. زين، هسه كون الامام علي اول الناس اسلاما، هذا محل اجماع بين المسلمين، ما يناقش به واحد من المسلمين ابدا. لكن تعرف النقاش وين؟ النقاش ان اول واحد سووه الاولية مو مطلقة، اولية اضافية. قالوا اول واحد من الصبيان، لا، هي ما اكو، ما اجى اسلم من بعد صبي حتى يقال اول واحد من الصبيان، لا. رأسا من بعد ذلك اجى زيد ابن حارثة، ومن بعد زيد بن جعفر، ثم بعد ذلك الخليفة الثاني. زين، وتتالى المسلمون، هذا الترتيب الزمني لهم. ورواية تقول لا، ان الخليفة الثاني مباشرة من بعد خديجة وعلي بن ابي طالب. والفت نظرك، احنا تاريخنا ترى لا ينفس على احد من الصحابة قدما له او فضيلة له، بالعكس، لان احنا في عقيدتنا اي عطاء للاسلام هو عطاء للجميع. زين، المهم، اذا هاي الاولية، هاي محاولة الحذلقة باللفظ ان اول اسلم من الصبيان، اول من اسلم من الصبيان، الواقع محاولة لا يكتب لها التوفيق، لان الرجل باجماع المسلمين اول واحد من الذكور اسلم علي بن ابي طالب. زين، وعلى اني انا ما احب اعبر هالتعبير الحقيقة، يعني وحتى المحققين ما يشتهون يعبرون هالتعبير، لان يقولون معنى الاسلام شنو؟ معنى الاسلام لما يقال ان علي بن ابي طالب اسلم، هو ما كان بدور يخالف الاسلام او يقابل الاسلام، حتى نقول انتقل من ذاك الدور الى هذا الدور. يعني اللي الدور اللي يقابل الاسلام شنو؟ يعني علي بن ابي طالب ما كان كافر، نبه لي، ما سجد لصنم، ما عرف كلمة الكفر، مو ما مر عليه يوم من الايام لم يتفكر في ملكوت السماوات، لان بواكير حياته كلها هي في صدر النبي. اما انت شقد تقول لي المسلمين يقولون ان النبي كان قبل البعثة كافر، بعضهم يقول كان قبل البعثة كافر، وكان اصلا ما يعرف شيء من اوليات الدين نهائيا. هاي شي واحد انا ما الي كلام وياه، اللي يقول ان النبي كان قبل البعثة كافر ما الي كلام وياه ابدا. بس انا اقول ان روايات اهل البيت ان النبي كان على ملة ابراهيم الخليل يتحنث، او على ملته، على اختلاف الرأيين. وعلي بن ابي طالب نشأ في بواكير حياته بهالحضن، وهالحضن ما يلقن واحد الشرك ابدا، ما عرف الشرك، ولا عرف السجود للاصنام، ولا عرف انحرافات الجاهلية. ولذلك العبارة التقليدية كرم الله وجهه، يعني انه لم يسجد لصنم قد، علي بن ابي طالب ما كان في دور مناقض للاسلام حتى نقول اسلم. نعم، نقول ان الاسلام بمضامين الخاصة فالاصطلاح سماوي، الاصطلاح حمله علي بن ابي طالب في بدء صباه. بعث النبي يوم الاثنين واعلن علي اسلامه. طيب، لما اعلن اسلامه وقف الى جانب النبي. من اللي كانوا هالفترة الثلاثة اللي يعبدون الله؟ ثلاثة: خديجة بنت خويلد الى جانب علي، وثالثهم النبي صلى الله عليه وسلم حامل الدعوة، هؤلاء الثلاثة. وبعد ذلك تتالى اسلام الصحابة واسلام المسلمين. اذا له شرف السبق الى الاسلام انك فمه صافحته اول كلمة، اشرف كلمة صافحت فمه كلمة لا اله الا الله. اكو مانع انتو فتقوموا وقعدنا شوية تجون ليلة هنا، لان مجال اكو هناك مضايقين يا جماعة، تعالوا شوية لنا. عجل اللهم فرج وليك القائم، فضلوا لنا. محمد
وأيضا عندما تواجه الشخصية وتلاحظ أكو جوانب بيها جوانب متشامسة، يعني ما تقدر تلقى ظاهرة من الظواهر انفرد بيها هي أكبر من الظواهر الأخرى. فمكتفت لي شرد أقول يعني مثلا أنت الآن قد تدرس بعض الشخصيات تلقى عنده جانب العلم طاغي، بحيث يعرف بجانب العلم أن عالم عنده مزية علمية تتفوق على باقي مزاياه. واحد تلقى عنده شجاعة مثلا تتميز شجاعته على باقي مزاياه. واحد تلقى عنده حلم يتميز حلمه على باقي مزاياه. فتلاحظ هذا الرجل من اي جانب تواجهه تلقى هالجانب ما يقل عن الجانب الاخر اهمية. الجوانب كلها متشامسة بحيث ما يطغى عليه جانب، لا هو قمة في كل ابعاد حياته. شايف؟ قمة في كل ابعاد حياته. الولادة في اشرف بيت، التربية في اشرف حجر، الدخول الى الاسلام نعم في اشرف كلمة تلج الى فمه يشبق بها غيره. بعد صلى قبل الناس بسبع سنين. نعم صلى قبل الناس بسبع سنين. هو بالذات يقول اللهم انك تعلم انه لم يعبدك احد قبلي الا نبيك سبق الناس الى الصلاة بسبع سنين. نعم من بعد سبع سنين صلى من ورائه الناس. هو ابتدأ من بدء اسلامه لا يكاد يفارق النبي. الصلاة بأي معنى هاي اللي وارد على السنة المؤرخين؟ هل الصلاة بمعناها العام بمعنى الدعاء بمعناها اللغوي ام بمعناها الشرعي؟ المسألة لعلي ان شاء الله اشبع البحث في بعض الليالي الاتية، لان انا بصدد المرور الان بهالمحطات في طريق علي بن ابي طالب، المحطات اللي كلها لامعة اللي لا تجد محطة فيها تقل عن رصيفتها شأنا، وانما هي متشامسة متساوية. زين بعد ذلك كله نلاحظ ان هذا الرجل انيطت به اشرف مهمة وهي حفظ الرسول. شلون انيطت به اشرف مهمة؟ في مرتين او في حالتين. الحالة الاولى متى؟ الحالة الاولى بالشعب، لما اجتمعت قريش، عندما احست قريش بخطر الدعوة الاسلامية. قريش مبدئيا كانوا يصورون ان دعوة النبي يمكن التغلب عليه، يمكن احتوائها باي طريقة، يتوجوه يعطوه اموال، يقفون في طريق حملة الدعوة يقضون عليهم. اذن لكلهم جربوهن قريش، جربوهن وحاولوا بمختلف الوسائل ان هالدعوة يوقفوها، شافوا ما اجدد. اجتمعت قبائل قريش في دار الندوة. قررت قبائل قريش بان تقاطع بني هاشم، ما يزوجون الهاشميين ولا يتزوجون منهم ولا يبيعوهم ولا يشترون منهم ولا يكلمونهم ويمنعون عنهم حتى الطعام والشراب. هكذا كتبوا صحيفة وعلقوا تلك الصحيفة في الكعبة، واجوا الى شعب جمعوا بني هاشم وبني الفضل، خلوهم بذلك الشعب واداروا عليهم حراسة قوية، وظلوا في داخل الشعب 3 سنوات محصورين. نعم ما كان يوصل لهم من الطعام من القوت الا ما يصل اليهم سرا، يعني القوت القليل ما يوصلهم الا بالسر، بحيث ممنوع عنهم الطعام والشراب. زين فأبي طالب ماذا كان؟ ابن أبي الحديد وغيره من المؤرخين يقولون كان دأب أبي طالب أن الليل كل ما يذوق النوم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن ينام، يخليه نايم ساعتين ثم يغير مكانه ويجيب علي بن أبي طالب يضجعه في مكانه. ها
ويظل وياه الى الصباح على هالحالة. حتى في يوم التفت للامام علي قال له يا ابتي ما وراني الا مقتول، انت جيت تضجعني مكان النبي تخشى علي ان يرموه، الرمية راح تيجي بي انا، ما وراني الا مقتول. التفت لابو طالب قال له اصبرا يا بني فالصبر احجى، كل حي مصيره لشعوبه، قد بذلناك والفداء عزيز لفداء الحبيب وابن الحبيب. اجاب الامام سلام الله عليه اتأمرني بالصبر في نصر احمد؟ فوالله ما قلت الذي قلت جازعا. الحادثة روح المؤرخين كلها. فبات خلال هذه الفترات الطويلة مبيت كان فداء للنبي، تحول الى فدائي يضع نفسه في مكان الخطر دون رسول الله صلى الله عليه وآله، يفديه بنفسه. واستمر الحال على المنوال السنين الثلاثة الى ان اجوا الى الصحيفة نقضوها وطلعوها من قلب الكعبة، لقوا الارض قد اكلتها، لم يبق منها الا باسمك اللهم. وكان سبب الافراج عن حصار بني هاشم. وهالفترة الطويلة كان علي بن ابي طالب لا يبارع فيها مكان النبي في المنام فداء له. والفترة الثانية اللي انيطت بي المسألة، او اليوم الثاني اللي انيط بي ان يكون فداء لاشرف مخلوق، شو وقت ليلة الهجرة لما هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بأن قريش قد ائتمرت فيما بينها على قتله، لأن نزل يحمل لها الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله، إلى آخر الآية. نزل جبرائيل يحمل هذه الآية وامر النبي بان يتهيأ للخروج، قال له تطلع تهاجر ما تبقى بعد، لم يبقى لك مكان في مكة، الدعوة انقلها. امره بالهجرة زين، وقال له عندما تطلع انت مبالغة بالكتمان، مكانك ليظى الخالي، لازم واحد يضطجع في مكانك. امره بان يرجع عليا في مكانه. قال له زين، قريش مجتمعين بدار الندوة، اجتمعوا وقرروا ما بيناتهم تلك الليلة على ان يباشروا في قتل محمد. طريقة القتل شلون انتم؟ طرحوا القضية وبدأوا يناقشوها، قالوا اذا اردنا نقتل بنو هاشم وبنو الفضل راح يتأرون، اذا واحد راح يعادون ذيك قبيلته كلها. قالوا لا، عندنا طريقة غير قصة واحد، نخليها القضية جماعية، ما نخلي عشيرة ما تشترك بدمه، كل عشيرة ناخذ منها واحد ويدخلون عليه مرة واحدة بالسيوف، لأن طبعا بني هاشم إذا شافوا أن العرب كلها اشتركت في قتله، القبائل كلها اشتركت في قتله، بهالطريقة يضيع دمه، ما يقوون على مقابلة القبائل كلها. وتم الأمر على هذا المنوال، وقرروا قتل النبي. حتى أبو لهب كان مشترك فيها، عمه أبو لهب كان موجود في دار الندوة، وأم جميل زين أخت أبي سفيان كانت في دار الندوة، وهالمجموعة كلها كانوا مجتمعين. وهبط جبرائيل على النبي، أمره بأن يبارح مكة في ذلك الليل، وفعلا طلع النبي هاجر وتبعه الخليفة الأول، انتهيا إلى الغار واستدعى عليا، قال يا علي إن الله أمرني أن أرجعك في مكاني أن تنام. قال إذا أنا اضطجعت في مكانك تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. النبي طلع بارح الدار، وعلي بن أبي طالب أخذ برد النبي، تلفع بالبرد واضطجع بمكانه، وجن الليل واقبلت قريش وفق الخطة المرسومة، مجموعة كل واحد من قبيلة بيده سيف، وقفوا بباب البيت، كلما يردون يدخلون ابو لهب يمنعهم، يقولهم مو الان، الان ليل ظلام
واكو عائله بالبيت يجوز راح تروع او طفل يروع، ما افسح لكم مجال الى الفجر، الى ان ينبلج عمود الفجر وتدخلون. وفعلا منعهم الى الفجر، الى ان انبلج عمود الفجر هجموا. اول واحد تقدم مهلع عبد لابي جهل وابو جهل وابناء قريش باجمعها، هب علي في وجوههم. فلما نظروا اليه قالوا اين محمد؟ قال وهل تركتموني عليه حارسا؟ خرج. الى اين؟ قلهم خرج، طلع خارج مكة. الى اين؟ انتم تعرفون وين راح. قالوا له ابيت ان تخبرنا؟ شد عليه هذا مهلع عبد لهم، تناوله الامام علي بضربة قتله. لما قتله وقف القوم باجمعهم، كروا راجعين، تناهوا فيما بينهم، واخذ علي سيفه. لما نظروا الى جده تراجعوا. الواقع اللي سجلها الكعب في داليته يقول ومناقب لك دون احمد جاوزت بمقامك التعداد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك، والعدا تهدي اليك طوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كانما يهدي القراح لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، او ما دروا كنز الهدى مرصودا، وانت اذا شئت ان تواجه عليا في اي بعد من ابعاد حياته انما تواجه قمة تنحني لها الرقاب وتهتز لها النفوس وتمتلئ لها اعجابا، وسيوافينا ان شاء الله في الليالي الآتية من سيرته ما يكفي للتدليل على ذلك. انما الذي يجب ان نترك له مجالا في الحديث ان نتعرف على عظم المؤامرة في اغتيال هذا الرجل ومن الذي كان وراءها. طبعا الليلة جرح الامام سلام الله عليه، كن نتعرف من وراء الجهة اللي باشرت باغتيال الامام. هذا موضوع بالواقع اكو بيه نظريتين، اكو النظرية التقليدية اللي كانوا المؤرخين يمرون بها ويذبوها على عاتق الخوارج فقط، يقولون ان الذي اغتاله اغتاله الخوارج. هاي النظرية التقليدية اللي ظلت مدة طويلة بدون ان يتنبه المحللون والمؤرخون الى ما في ثناياها او الى ما ورائها، او يحللوا الواقع تحليلا عميقا. الحقيقة عندنا ثلاث نظريات في الموضوع تنبه لي. هاي النظرية التقليدية عقبتها النظرة المحللة، النظرة المحللة بها ثلاث اراء، خلينا نشوف الاراء المذكورة ما هي. عندنا الرأي الاول يذهب الى ان الذي قتله وحاك الامر وهيأ قتله الاشعث ابن قيس. زين، هذا الرأي يذهب الى صاحب الاغاني ويا جماعة، ويقول القضية لها سبب. شنو هو السبب؟ سبب يوم من الايام دخل الاشعث على امير المؤمنين سلام الله عليه يخطب منه ابنته زينب. دخل يخطب زينب، الفت نظرك الاشعث قبل هذا خطب اخت الخليفة الثاني ام فروة وتزوجها، ولدت لأولاده المعروفين زين محمد وعبد الرحمن اولاد الاشعث. طيب الرجل لما تزوجها ما تزوجها حبا بالدين، لان الاشعث سلوكه معروف، سلوك الاشعث نعم اشره الاسلام مرة والكفر مرة، اللي يحب يشوف الاصابة، يشوف اسد الغابة، يشوف كتب الرجال الاستيعاب لابن عبد البر، شوف ترجمته، يعني ما احب انا اترجمه، خاف ترجمه فيقال لي انك تحب علي بن ابي طالب وترجمت عدوه بترجمه، لا انت واجهه، انت تقدر تواجهه وتقرا ترجمته في كتب المذاهب الاسلاميه الاخرى حتى تعرف من هو الاشعث. والغريب ان هذا الاشعث الشكل اللي هو مجموعه نقائص
الغريب أن هذا يعتبروه كثير من الرواة من العدول ويرون عنا روايات هنا. ولعلي أمر بالموضوع في فرصة أخرى، ما أريد يطغى على موضوعنا. زين، الأشعث بالذات دخل على الإمام، الإمام يعرف الأشعث ليش تزوج أخت الخليفة، تزوج يريد يستغل هالمكانة حتى يعبث بها ويأكل. الأشعث رجل كان يستهدف من وراء ذلك، من وراء هذا الزواج مكاسب، يعني زواج تجاري بتعبير آخر، يريد يستغلها لمصالحه، فصار بناء يكررها. وين يكررها؟ مع علي بن أبي طالب. إجا ليه؟ دخل عليه يخطب منه ابنته زينب. قال للإمام: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بناتنا لبنينا، وزينب أنا مدخرها لابن عمها إلى عبد الله ابن جعفر. ألح شوية على الإمام. قال للإمام: ابعد، أبعدك الله إلى النار. وكلم بكلمة شوية غليظة شديدة، لأن هو كان يستأهلها، يعني هذا العدل وضع الشيء بموضعه. فطلع إلى أشعث وهو يتهدد، تفت للإمام قال له: أبي الموت تخوفني؟ والله ما أبالي أن وقعت على الموت أو وقع الموت علي. فطلع الأشعث. زين، خرج الأشعث وهو ممتلئ غيظة، طلع وحبك المؤامرة، بدأ في حبكها. شلون؟ لأن ذول الثلاثة، يعني البرك ابن عبد الله التيمي أو التميمي، زين، وعبد الرحمن ابن ملجم والثالث، وحتى اللي عاونهم شبيب بن بجرة، هذول ما بيهم واحد شخصية، ما بيهم واحد لامع، ما بيهم واحد بهالمستوى يقدر يخطط لمؤامرة من هالقبيل. يجي مثلا لخليفة يغتال في عاصمته، يعني عملية بهالدرجة من الكبر، هذول مو قدها، يعني ما عندهم الاستعداد، ما يملكون هالقابلية. اذا لابد ان يكون من ورائهم من يشندهم ومن يمونهم ويرتب الامر. فالاشعث هو الذي هيأ لهم المناخ الملائم، وبيت جماعة بالمسجد لمساعدتهم، وهو حضر عند الفجر لمساعدتهم، حتى سمعوه يخاطب عبد الرحمن ابن ملجم يقول له: أن نجا لحاجتك فقد، فضحك الفجر. زين، المسألة هذه، يعني هذا الرأي يميل إلى بعض المؤرخين وبعض المحللين، وأن الأشعث مواقف كلها تدل على انحرافه عن الإمام علي عليه السلام. لأنه لا تنسى أن الأشعث إلى موقف في صفين معروف شنو هو، وإلى موقف في تحكيم الحكمين، وإلى مواقف من بعد ذلك، وكل هالمواقف يسند بعضها بعضا وتشكل معا دليلا قائما على أن كان في غاية الانحراف عن علي بن أبي طالب ويريد الخلاص منه. لأن علي بن أبي طالب كان يعامل معاملة شخص عادي، يعني هي وحدة من الأسباب اللي أثارت المجتمع على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان لما يجي العطاء، لما يطلع العطاء من بيت المال، ما يفرق بين الأشعث وبين قنبر وبين نفسه أبدا، العطاء يأخذ طريق التسوية، لأن هاي أموال خراجية. وكان رأي الإمام علي أن الأموال الخراجية الناس بها سواء، حتى طبوا عليه جماعة من خواص أصحابه، يعني مو أناس يتهمون عليه، لا، جماعة من خواص أصحاب الإمام علي قالوا له: أنت راح تثير المجتمع عليك، هذا المجتمع بزعماء برؤساء بشعراء، الشاعر ذاك اليوم يمثل صحيفة سياسية، ماكو الآن شلون صحيفة سياسية، الآن الشاعر كان يمثل صحيفة سياسية. قالوا له: الشعراء لهم ميزة، كون ينعطون مبالغ، ذولا مبالغ ترضية، كون ينعطون أموال، الرؤساء فضلهم، فضل العرب على الموالي، ما يصير أنت العربي والمولى عندك على حد سواء، العربي شيء والمولى شيء. فت لهم الإمام قال لهم: أتطلبون مني أن أطلب النصر بالجور؟ ليش يعني عود؟ يعني شنو، ليش أسوي هالعمل هذا؟ على أساس أني أبقى ليش كم يوم بالحكم أكثر؟ ها؟
أنا دنياكم عندي أهون من عفقة عنز، لا تتصورون أن دنيا هواي عندي أي لا قيمة أو لا أهمية. أنا ما مستعد أشحق مبادئي من أجل أن أرضي أربع رؤساء أو أشحق الطبقة العامة أو أجي إلى بيت المال. أعبث ببيت المال أولا أواجه النص، هاي الأموال للمسلمين، ها الأموال للمؤمنين، وهاي اللام تقتضي التشوية، وأنا ما مستعد أواجه تشريع الله وجها لوجه وأخالف القرآن وحدة. ثانيا ما مستعد أنا أخذ سهم الضعفاء الطيل الأشعث ونظاهر الأشعث، لأن الناس كلهم على حد سواء بالأموال الخراجية. طبعا الأشعث ما يرضي أن علي بن أبي طالب يعامل معاملة خنبر، أو أن يعطي يعني شد المجال أمامه، لأنه هذا كان معتاد إلى منزله، معتاد إلى مكانه، معتاد أن الزواج الأول أعطى ميزات، أراد نفس الميزات يأخذها بالزواج الثاني، انطرد انفعل ها فاشترك في المؤامرة وأدى الأمر إلى قتل الإمام. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، أن اللي قام بالمؤامرة معاوية مو الأشعث. هذا الرأي يميل إلى منه؟ يميل إلى الطبري، ويميل إلى ملهاوزن المستشرق نقلا عن الطبري بعد، ويميل إلى أحمد عباس في كتاب اليسار واليمين في الإسلام، زين، ويستدلون على أن الإعداد لقتل علي بن أبي طالب تم في مكة في موسم الحج، بس خيوط المؤامرة كانت بيد معاوية. واللي يأيدها أبيات أبو الأسود الدؤلي على أبلغ معاوية بن حرب، لقد قرت عيون الشامتين، قتلتم خير من ركب المطايا وللها ومن ركب السفينة، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس ضرا أجمعين. في الهاجن يميل إلى رأي الطبري، وأحمد عباس في اليسار والإسلام يميل أيضا لهذا الرأي، وجماعة آخرين يميلون لهذا الرأي بأن المؤامرة تمت بالشام وعينت خطوطها في مكة، ولذلك يقولون أن ليلة اللي طلع معاوية طلع هو على علم بها، وكان لابس درع، مكفر بدرع، لابس تحت ثياب درع، كما يشير إلى هذه المصادر أحمد عباس في اليسار واليمين في الإسلام، أن معاوية كان لابس درع، وعمر بن العاص ليش الليلة تغيب ما طلع. القضية مو صدفة أبدا، إنما كانت مهيئة، وكان الأداة التنفيذية منه شافوا الأداة التنفيذية أحسن أداة هذول الموتورين، لأن ذولا كانوا 4000 ما سلم منهم إلا 11 في واقعة النهروان، 4000 قتلوا ما ظل منهم إلا 11، واحد مقتول أبوه وأخوه وابنه، ايش تنتظرون عنده يحمل حقد؟ طبعا لا حدود له، يحمل حقد لا طاقة له. فاتخذوا الأداة التنفيذية الخوارج لتنفيذ المؤامرة، فالخوارج كانوا مجرد أداة تنفيذية، واللي دبر الأمر دبره معاوية ابن أبي سفيان. وأولياته أيضا كانت ممتدة للأشعث ولجماعة آخرين بالكوفة، يعني بتعبير آخر أن معاوية أطلع الأشعث وأشرك في خيوط المؤامرة. اثنين. والرأي الثالث لا، أن المسألة اختصت بالخوارج، هذا الرأي التقليدي اللي قلت لك عليه، لكن الحقيقة أن البحث والتحقيق والتنقيب يؤيد أن الخوارج كانوا أداة تنفيذ، وأن من ورائهم محركين، لأن ذول الثلاثة قلت لك ملامعين أبداً، لا عمر ابن بكر موشكل ولا البرك ولا عبد الرحمن ابن ملجم، ذولا ثلاثة هم ناس لامعين، انما اجري الامر على ايديهم ونفذ من ورائهم المخططون. على العموم واحد راح الى معاوية وضربه على اليته ضربة بسيطة، وجابوا له صنعوا له يعني اعطوه شربة بريئة منها، وعمر بن العاص اخرج في ذلك اليوم مدير شرطته خارجه، واجا ضرب خارجه هذا وانقتل خارجه، ودخل عليه عمر بن العاص وهو يجود، قال اما والله انه ارادك، قال ولكن الله اراد خارجه، انتهى الامر. ها واجا عبد الرحمن ابن ملجم الى الكوفه
دخل فواجه بها قطان بنت الاخضر التميمية التي قتل ابوها واخوها وبعض اعمامها في معركة النهروان. الرجل اعجبته المرأة خطبها، قالت لي عليك 3 شروط. قال ما هي؟ الشرط الاول 3000 عبد وقينة. قال زين، لو الشرط الثاني قتل علي بن ابي طالب، والشرط الثالث ان تقيم معي بالكوفة. زين، الشروط الثلاثة اشترطتها عليه. قالها الامور اللي اشترط فيها الباقية سهلة، لكن علي بن ابي طالب من الذي يقوى على قتله؟ هو تصور انها دشيش يريد يختبره. لما رآها تقول الجد، تأكد انها جادة بالموضوع، قالها والله ما اقدمني الى هذا المصر الا قتل علي بن ابي طالب، انا ما جاي الا لهالغرض. قالت اذا انا طالبة لك من يساعدك ويقويك. فاجت الى وردان ابن مجالد والى شبيب ابن بجرة، وكلاهما من الخوارج ايضا، كلفتهما بمساعدته ومونتهما، ودخلوا عليها يوم الاربعاء وهي معتكفة، قد ضربت قبة من الادم في مسجد الكوفة، وناولتهم اسيافهم، عندها اسياف حاطتها بالشم 3 ايام، دفعت اليهم اسيافهم وعصبت صدورهم بحرير وخرجوا، كل واحد اخذ طريقه. طبعا كانوا موزعين بالمسجد، والاشعث وجماعته موزعين، وبات امير المؤمنين سلام الله عليه تلك الليله يتاهب للقاء ربه، لانه احس انها ليلته، بدات بوادر عند انها هي الليله. الامام يعرف اجمالا انه راح يقتل في هذا الشهر، ويعرف ان في ليله من الليالي يقتل، نعم، بس الليله على التعيين. اغلب المحققين يقولون الامام الليله على التعيين لا يدريها، زين، بس يعرف ان ابن ملجم راح يتولى قتله، وفي ليالي شهر رمضان، لان مر عليه هذا الشهر، وهو يضع يده على كريمته ويقرا تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما بروا وما ظفروا، ان يقتلوني فرهن ذمتي لهم، بذات ودق لا يعفى لها اثر، متى ينبعث اشقاها. كان يصيح فيخضب هذه من هذه، ويشير الى هامته ولحيته. في تلك الليله تقول ابنته: وضعت الطعام بين يديه، رفع راسه الي، قال: بنيه أراك أكثرت بالأدام، ارفعي أحد الأدامين، بني ما من أحد يطيب مطعمه ومشربه إلا ويطول وقوفه بين يدي الله. تقول: تناول شيئا من اللبن الخاثر وقطعة من الخبز وبعض النباتات البرية، ثم قام أشبغ وضوءه، لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، بين الهاون والاخرى يخرج يقلب طرفه بالكواكب بالنجوم، يقول: هي والله الليلة التي وعدت بها، والله ما كذبت ولا كذبت. تقول ابنته: دخلت عليه، قلت: أبا، رأيتك تتطير هذه الليلة. قال: بني والله ما منا من يتطير، إن أباك خاض الأهوال وقتل الأبطال، ما دخل قلبه رعب كهذه الليلة. بني إن للموت دلالات وعلامات، يتبع بعضها بعضا، أظنها والله الليلة التي وعدت بها. كان يخرج يقلب طرفه بالكواكب، ثم يعود إلى داخل الدار، يمارس صلاته، يستمر في صلاته إلى أن أوشك الفجر على الانبلاج، جدد وضوءه، ثم نزل إلى ساحة الدار،
تقول زينب اخبرت الحسن والحسين قلت لهم ان ابي من اول الليل حتى الان اراه يخرج يقلب طرفه في الكواكب. بادر اليه الحسنان وقد اشتملا على سيفيهما، لما وقع بصره عليهما قال اقسمت عليكما بجدكما رسول الله الا ما رجعتما. فامتثل الحسنان رجعا. تقول نزل ابي الى صحن الدار وكان بصحن الدار طيور من الهوز قد اهديت للامام الحسن. لما وقع بصر الامام عليها رفرفنا وصحنا في وجهه. لما نظر الى ذلك قال صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد ينزل القدر المحتوم. ثم قال هي والله الليلة التي وعدت بها. اقبل الى باب الدار اراد ان يفتح باب الدار، عالج فتحه انحل مئزره، اخذ يشد الازار وهو يقول اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وان كان يواشيك، كما اضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم خرج تبعه الحسنان. قال الم اقل لكما ارجعا، عود الرجوع رجعا. وجاء امير المؤمنين الى المسجد، دخل تناول المئذن، ما كاد يصعد ويؤذن حتى اضطربت حيطان المسجد. اذن لما فرغ من الاذان نزل يوقظ الناس الى الصلاة واحدا واحدا، الى ان جاء الى محرابه استقبل القبلة ووقف بالمحراب، رفع يداه حيال اذنيه كبر، قرأ القراءة بالركعة الاولى، اهوى الى الركوع ورفع رأسه ثم اهوى الى السجود. ما كاد يرفع رأسه حتى لاح بريق السيف وقائل يقول الحكم لله لا لك يا علي، واذا بالسيف على ام راسه. سقط امير المؤمنين بالمحراب واخذه نشف الدماء وصاح قتلني ابن اليهودية لا يفوتنكم الرجل، واذا بالصوت بين السماء والارض تهدمت والله اركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتل اتقى الاتقياء، قتله اشقى الاشقياء. اقبل الناس يهرعون من كل جانب ينادون سيدا. وصلوا الى المسجد واذا بامير المؤمنين مسجا بمحرابه. بعيد البلا يا حارس الدين، يا ملف اليتامى والمساكين، مخرب بدم راسك. هذا علي امير المؤمنين لقمه.